وبالمناسبة الموضوع ده مهم، يعني مهم لينا كلنا يعني، وهو إن احنا من النهاردة بدأنا في تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية، وده بقرار من الحكومة المصرية. يمكن كنا اتكلمنا في ده الأسبوع اللي فات مع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ومعانا هنا على التليفون الدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية. أهلا 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 وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير ربنا. يعني في ظل كل ما يحيط بينا وفي ظل هذه المأساة الكبرى، يمكن هرجع وأقول لك يعني برضو إحنا مهم عندنا إن إحنا بندي شيء جيد لعموم المصريين. بدأت مسألة التخفيضات في الأسعار يا دكتور؟ بدأت بالفعل النهاردة على مستوى يعني معظم محافظات الجمهورية. تم التنسيق ما بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ممثلي للقطاع الخاص، ومن ناحية أخرى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية. وفي حزمة من الإجراءات اللي تم اتخاذها على الفور وأعلنها دولة رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء، بتتلخص في الإعفاء الجمركي من الرسوم ومن الجمارك لمجموعة من السلع الأساسية. وتم تحديد 7 مجموعات من السلع، وهي الفول والعدس واللبن والجبنة والمكرونة والزيت الخليط. وأفاد السادة الموردين والمنتجين في اجتماعاتهم مع معالي وزير التموين والتجارة الداخلية على مدار الأسبوع اللي فات وأصحاب السلاسل التجارية إن التخفيضات هتتراوح من 15% حتى 25%، وفي بعض الأصناف بتصل إلى 30 و35%. وعلى سبيل المثال النهاردة يعني طرحنا السكر ب 27 جنيه في معظم المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، وأيضا طرحنا الزيت الخليط 700 ملي بأسعار تتراوح من 31 جنيه إلى 35 بعد ما وصل إلى 42 قبل المبادرة، والزيت الخليط اللتر وصل قبل المبادرة 56 جنيه، احنا النهاردة طرحينه ب 45 جنيه، يعني التخفيض يصل إلى 30%. وتعهد أيضا اتحاد منتجي الدواجن ينزلوا بيض المائدة وأيضا الدواجن المجمدة والحية بتخفيضات 15%، ومدة المبادرة مستمرة معانا لمدة 6 أشهر. والنهاردة كان في تكليف واضح من دولة رئيس مجلس الوزراء أثناء تواجده في محافظة بورسعيد إن وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين بيشكلوا متابعة يومية وميدانية على مدار الأسبوع، ووجه معالي وزير التموين النهاردة يتم تشكيل مجموعات عمل وغرف عمليات سواء في جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وأيضا في الإدارة العامة لمباحث التموين اللي تتبع وزارة الداخلية. ويمكن قبل ما أدخل مع حضرتك مباشرة كان في تنسيق مع السيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين للإطمئنان على سلاسل الإمداد وتوافر السلع في المجمعات الاستهلاكية وفي السلاسل وحركة النقل والتداول وإزالة أي معوقات أو أي مشاكل أثناء عمليات الإمداد. ويمكن النهاردة اليوم الأول 14 أكتوبر وكان في إقبال كبير من السادة المواطنين، ونزل بعض السادة المحافظين على أرض الواقع وبصوا أيضا على السلاسل التجارية. الرسالة اللي عايز أؤكد عليها من خلال حضرتك إن لولا التعاون الوثيق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ما كان لهذه المبادرة أن هي تخرج بهذه الشكل المشرف في اليوم الأول ليها، وإحنا بصدد إن إحنا تستمر ويبقى في آلية للرقابة والمتابعة بشكل مستمر. وعايز أكد برضو إن إحنا عندنا الخطوط الساخنة لمجلس الوزراء وحماية المستهلك موجودة لاستقبال أي شكاوي أو استفسارات. اسمح لي إن أنا أقول الخط الساخن لمجلس الوزراء منظومة الشكاوي الموحدة 16528، وأيضا حماية المستهلك 19588، والصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية موجودة لاستقبال شكاوي المواطنين أو أي ما يتعلق بالمبادرة. وبنأكد أيضا على أن السعر موجود على الأرفف، وفي بعض المنتجين النهاردة بالفعل طبعوا السعر على المنتجات، ويمكن فريق الإعداد مشكورا عند حضرتك وديناهم مجموعة من الصور ومن الفيديوهات اللي بتوثق ما تم الإعلان عنه اليوم، وإن شاء الله بكرة هيبقى فيه تصوير في أحد السلاسل التجارية
وفي المجمعات الاستهلاكية، حتى يمكن نقل الصورة من على أرض الواقع من خلال طبعا شاشات التلفزيون المصري. عارضين الحاجات اهو بالفعل. ان المبادره دي هدفها الاساسي هو تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، زي ما حضرتك يعني اشرت في يعني اثناء عرض البرنامج الظروف المحيطه بالمنطقه كلها والظروف الاقتصاديه، ولكن الحمد لله القياده السياسيه الواعيه وقدرنا ان احنا ناخد تكليف مباشر من فخامه السيد رئيس الجمهوريه ان وزاره التموين تشتغل على احتياطي استراتيجي يؤمن احتياجاتنا في ظل الظروف المواتيه في معظم دول العالم. انا النهارده بتكلم على الامن عندي ما بين اربع. انا عايز قبل ما ادخل في النقطه دي يا دكتور هسال سؤال. انا مفترض جدلا ان انا عندي اكتفاء ذاتي من انتاج الدواجن وبيض المائده والالبان ومنتجاتها. السؤال بقى ايه اللي بيخلي السعر يعلى؟ اولا حلقات التداول لما بتزيد عن اكتر من 3 أو 4 حلقات بيؤدي الى ارتفاع الاسعار. ثانيا النقل بيمثل على الاقل 15% من تكلفه السلعه. احيانا علشان اكون برضو منصف مع حضرتك، في بعض الازمات وفي بعض الاوقات بيستغل البعض ارتفاع الاسعار العالميه وبيحمل كل التكلفه على المنتج المحلي، وبالتالي بتتدخل هنا الدوله باكتر من آليه. رقم واحد ان هي بتزود المعروض من السلع الاساسيه في مجمعاتها. احنا بنمتلك 40,000 منفذ على مستوى الجمهوريه تابع لوزاره التموين، وبالتالي ده بيحقق الوفره والاتاحه وبيؤدي الى انضباط الاسعار. يعني المبادره اللي احنا بصددها دلوقتي هدفها زي ما اتكلمنا النهارده هو ثبات الاسعار على التخفيضات اللي هي 25%، ثم تراجع الاسعار لمعدلاتها الطبيعيه. الامر الثاني عندنا من القنوات التوزيعيه المتحركه بصرف النظر عن الثابت، اكثر من 400 سياره متنقله تابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه موجوده في الميادين الرئيسيه، وده ايضا بيقلل من حلقات التداول، وبالتالي بتمكن الوزاره ان هي تنزل سلع في مجمعاتها اقل من 25%. الآلية الثالثة منظومة التموين، وهي بتشهد استقرار منذ عام تقريبا، لم يتم زيادة سعر أي سلعة تموينية. ما زلنا بنطرح السكر في التموين ب 12 جنيه و60 قرش، وبنطرح أيضا الزيت ب 30 جنيه، وكل المنتجات التموينية حوالي 30 صنف موجودة على قائمة السلع، وبنصرف كل شهر في حدود 3 مليار جنيه سلع تموينية مع انتظام سلاسل الامداد اللي خاصه بالشركه القابضه. كل دي ادواتك كدوله بتقدر ان انت تضبط ايقاع السوق، وبالتالي النهارده بتتعاون مع القطاع الخاص او هو قطاع يعني وطني وشريف وبيبان في وقت الازمات، ان السلاسل التجاريه هتبيع كل السلع اللي داخل المبادره بصفر هامش ربح. يعني النهارده هياخد والله يا دكتور انا يمكن لو سمحت لي، انه الكلام ده كلام كويس جدا. السلاسل التجارية الكبرى مش هيبقى فيها دايما مشكلة، مشكلة دايما عند الصغيرين، عند تجار التجزئة والجملة، ودول كتير. يعني دول مش البعض، ده دول الأغلبية. دي الأغلبية اللي بيحصل، وحتى سيدي اللي عارفينه أكتر مني، اللي بيحصل إنه التاجر أنا النهاردة أدخل أشتري كرتونة البيض من عند يوسف بقرش، وهشتريها من عند يونس بقرش ونص، وهشتريها من عند خالد بقرشين. أنا هبقى محتاج عمليا، أنا مش هقدر أقول النهاردة سنة 2023 تسعيرة جبرية، لكن أقدر أقول إن أنا فعلا محتاج ضرب بإيد من حديد وتفعيل أقصى عقوبة قانونية. يعني أنا مش عاوز التدريج، أنا عاوز أبدأ من الحد الأقصى والقانون يسمح لي بده. المواطن يا دكتور وانت برضو سيدي اللي عارفين، قليل جدا الناس اللي هتتصل على جهاز حماية المستهلك، قليل جدا الناس اللي هتتصل على منظومة الشكاوى. النسبة قدام، نسبة المتصلين قدام عموم المستهلكين مش هتوصل 0.5% حتى. وبالتالي الجهازين سواء جهاز منظومة الشكاوى او جهاز حماية المستهلك، اللي انا عارف ان الاتنين بيشتغلوا بمنتهى الاخلاص، مهما عمل هو في النهاية خالص مستني المكالمة والشكوى تيجي. انا محتاج ان انا انزل من الاخر كده ادب. تمام. طيب خليني اقول لحضرتك ان التحدي ده كان طبعا قدامنا واحنا بنشتغل في المبادره، ويمكن التغلب عليه باكتر من اداه او وسيله. اولا هيتم او تم بالفعل يعني تدوين الاسعار على المنتجات او على العبوات، وده بيديني قدره على تتبع السلع اللي تم الاتفاق عليها
وتوريدها من الموردين والمنتجين للسلاسل، وبالتالي لو تم تنقلها او تداولها من سلسله الى اخرى او من منفذ تجزئه او جمله، وبالتالي السعر هيفضل هو هو. وبالتالي انا برفع مع حضرتك وعي المواطن، لان انا بقول دايما الاسعار ايه هي والاصناف هي ايه ونسب الخصم. الامر الثاني، في الزام على الموردين والسلاسل اعلان الاسعار داخل السلسله، يعني هيكون في سواء سلسله صغيره او كبيره او متوسطه هيبقى في بانر او لافته موجوده عليها ان ده ضمن مبادره مجلس الوزراء لتخفيض الاسعار بالشراكه ما بين القطاعين العام والخاص. والاهم من الحاجتين دول هو الرقابه ثم الرقابه ثم الرقابه، علشان كده انا قلت لحضرتك في تكلفات واضحه جدا من معالي وزير الداخليه للاداره العامه لمباحث التموين، ومعالي وزير التموين لجهاز حمايه المستهلك والاداره العامه للتعاونيات والمديريات التموينيه والتجاره الداخليه، بالاضافه الى الرقابه اللي موجوده من الساده المحافظين في كل محافظات الجمهوريه، الكل شركاء في تنفيذ هذه المبادره حتى يمكن ان احنا نصل بها الى الهدف اللي تم من خلالها الاعلان عنه، وهو تخفيض الاسعار لنسبه تصل الى 30%. كل المجهود ده اللي ممثل في الدولة والقطاع الخاص هدفه ان المواطن ياخد كيس الرز او كيلو السكر او زيت الزيت بالتخفيضات اللي احنا بنتكلم فيها مع حضرتك. بإذن الله. أنا بشكرك يا دكتور، طولت عليك، كل الشكر دكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية.